ما برشا عباد ما يفهموش معناها هكاك اللي يقول لك شنو هو ذم الفروخ ذم الفروخ ذم الفروخ. فازا طلعت 2017 هذيك معناها راني منغزل الحد ومقلع وما على باليش والعالم كله راي. شكون الفنانين اللي كانوا الانسبيراسيون تاعك باش وصلت تغني هكا وتعمل الجو هذا؟ خاطر تحسك جوك وراه حكايه زاد. والله نحنا كي بدينا نعملوا لطفي في الحاجه هذايا ما تبعنيش فنانين راني. انا خلصت ابلا حاجه زي الفل. اعطيني الجمله الاولى تاع الغنية اللي غنيتها. حب يفك لي بايتي. حب يفك لي بايتي. الميساج هذا راهو موجود في الـ في الـ في الغنية التقليدية التونسية في التراث في الفولكلور. وينك وقت السقعة كلي؟ مي انا فقت بها عانيت سقع الليل وانت وينك؟ تعرفها اسمع؟ عانيت سقع الليل وانت وينك؟ تفرجت فيها مي هذيك باكش هذيا وحات لك ولا ليه؟ نو ليه ولا ليه؟ نسمع في سقع الليل انا معناها هكا طبعا. مين؟ ايه انت شعرفك انت هذا؟ شعرفني ايه ما هي مكتوبة ايه؟ عادش بيه يا اخي تو ما نسمعوش تراثنا؟ تراث انا باش نسمع تراث مع تحيتي للتراث معناها. تفضل. ايه ده؟ ما رجع عشان تنقل منه. انا اللي نقول ده؟ طب ما تنقلي لي انت بايدك الحلوه. ما ينفعش. نحكيك على منصب بورقيبه في الراب راي من التسعينات. يعني الناس تو تو جات تغني. وقتاش عرفوا الراب وقتاش معناها حاله مكرمه معناها الميديا قاعده تكذب. السياسة والبوليتيك قاعد يكذب. كنت عبيد ترابي. اي كنت عبيد كونتر الحاكم معناها وقت في عاد الزين معناها تعرف الزين كيف عراب. عبيد تهزت الحبس معناها فهمت في التسعينات هذايا مش 2000 و2002 و2003 95 92 93 كلها ولات تشانتي. انا دخلت اول واحد الشون في تونس ويوسر ويلدقيتو تو كلها وا 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 كلها توحوح ولات معناها اللي يحك راسه ميكرو في الدار ويسجل. نحكي لك على عباد صافا ملايين على استديوهات. تنجم تعطينا هكا لقطه فري ستايل حكايه؟ ميكانيك دون لي غاراج ترافيكانتي كوكايين دروغ دور تو لي جور بانك بانك على باراج هاني ماتي اما خساره ما نتيح مخي وقف طول خويا كابراج برارا وحشتك خويا ما نبيع كان المرض اللي عندي جمله ما براش. وراب شعر الشارع الشارع شني صاير في الشارع مانيا واللي صاير في الشارع هذاك هو دروغ ميكانيك فوضى برشا فوضى. عندي طفله انا اعرفها صاحبتي تخدم في البوليسيه تخدم في البوليسيه. اهلا مدام صوبيا. اهلا بي. هو لا مؤاخذه يعني حضرتك بتشتغلي هنا ايه بالضبط؟ انا؟ انا المسؤوله عن العلاقات الانسانيه. بعد الراب شنو تحب تعمل؟ نرجع لربي سبحانه. ولا ما ترجعش تو؟ زين بك. ما خافش غير من ربنا سبحانه وتعالى. قلبك عامر بالايمان. لا اله الا الله وحسبي الله ونعم الوكيل.